اسمي انتصار، عايش جمعة النجار، مواطنة من بلدة جبلية البلد، عمري 52 سنة، أم ل 11 نفر. الأرض هذه ميراث من أبوي، كنت أطلع مع أبوي من وأنا بنت صغيرة، يعني تقريباً وعيت على نفسي وأنا مع أبوي في الأرض. تعلمت الزراعة والحراث وكل إشي يعني في الأرض من أبوي. تربية الأغنام، كنت زمان أربي، إجا حرب جرف عندي الغنم ماتت والدجاج مات كله، ما قدرتش أرجعه نهائيا. فالحمد لله تعرفت على أهل الخير وساعدوني في الغنمات هذولا، فبدي فيهن أنا من الصفر. أكل إشي أكل إشي، يعني بدك سنتين لما إنك تاخذي من إنتاج مزرعة الغنم. علمت أولادي، علمت جوزي، كنا نجيب عمال، هلقيت ما بنقدرش نجيب عمال لأنه الزراعة متجايبة ناتج إلنا حتى تجيب ناتج للعمال، والحمد لله رب العالمين عقدنا بنعيش. في إبيار بعيدة نستخدم البرابيش 110 وناخذ بالساعة، الساعة تكلفتها عنا 50 شيكل. طب أنا إيش اللي جايبها الأرض علشان أشغل بير 4 ساعات ب200 شيكل في اليوم؟ أنا بدي كل أسبوع هذا بالكليل، يعني إذا سكيت مرة واحدة في الأسبوع بدي 200 شيكل بس، عشان بعطيش المي الكافية، بجينيش لا خضرة كويسة ولا إنتاج كويس، بتظل هالشتلة عندي ضعيفة، الإنتاج ضعيف بالمرة. في كهرباء، في مية، في كهرباء بتزرعي في كل وقت، بتزرعي على إيش؟ على المي، على المي اللي بنشغلها على الكهرباء. مثلا عندي الغنم بحتاج الكهرباء إلهن، بحتاج الكهرباء إن أنا أضوي منها، لأن أنا منطقة حدودية، لو عندي كهرباء ببني وبسكن هنا. كنا أول إشي نزرع الشمام والبطيخ، زرعة مكلفة ولكن إنتاجها حلو. بسبب الحصار تدهور عنا الوضع الاقتصادي بالمرة. اليوم عشان السوق، الأسواق عنا ضاربة، وفشي لا مصدر بيطلع برا، فش تصدير برا، وبتجينا رشة أدوية من اليهود كل سنة، صارت هذه كل سنة صارت اليهود ترشنا أدوية تحرق المزروع كله، فانطرينا نبدل من مزروع شمام وبطيخ أرخص شوية، ولكن للأسف برضك ظل سوقت حالتنا أزود. ليش؟ لأنه فيش سواق، لا الخضرة بتطلع برا ولا عنا بيار كهرباء. أنا هلقيت بجي بلقط الخضرة، عندي كرة مهرة حصان بحمل الخضرة عليها وبنزل على السوق. في ناس بتاخذها مني جملة وأنا باخذ فلوسي وخلص. إحنا كنا قبل 10 سنين هيك كنا نعمل دورات زراعة، طبعاً هم يدربونا على الزراعة، وإيش الزراعة اللي نزرعها، إيش نوع المبيدات والأسمدة اللي نستخدمها. طبعاً فادتني كثير كثير، لحتى الآن أنا بمشي عليها وبعلم أولادي إيش كنت أتعلم منها. فبعد حرب 2008 هذه ما صرناش نستفيد ولا أخذنا أي دورة زراعة. في مؤسسات ساعدتني في زرع هذا الشجر لأن أنا ما عدتش أقدر أزرعه بالمرة. أمنيتي يعني يصير عندي مصدر للمي هذه، بير على كهرباء أو على طاقة شمسية، اللي أقدر إني أستغني عن المصروفات الزيادة اللي مش قادرة عليها وأزرع زراعة أكبر من هيك وأستفيد منها.